السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نستعرض لكم فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. ونبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى لنقرأ مقالا بعنوان بدلا من استثمارها العراق يهدر ثروة غازية هائلة بإحراقها، للمختص في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن شاكر. أوضح شاكر في مقاله أهمية استثمار العراق لثروته الغازية بدلا من إحراقها، مؤكدا أن استثمار الغاز يمكن أن يعزز التنمية المستدامة ويقلل من التلوث البيئي. وتناول المقال أيضا العوائق التي تواجه العراق في استثمار الغاز، مثل نقص البنية التحتية والفساد والتحديات الأمنية والسياسية التي تعيق تنفيذ مشاريع الطاقة. فيما يتعلق بالعوامل التي تعيق استثمار العراق لغازه المحروق، يقول المختص في مجال الطاقة محمد الدليمي خلال حديث للمدى إن أول العوامل هي نقص البنية التحتية الضرورية لتجميع ومعالجة الغاز، إذ يحتاج العراق إلى بناء منشآت جديدة وتحديث المنشآت القائمة لتمكين الاستفادة من الغاز المحروق. الفساد يعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في تنفيذ المشاريع والاستثمارات في العراق. ويحرق العراق أكثر من 16 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصاحب، وهو في المرتبة الثانية بعد روسيا، كما ينبعث منه 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً خلال هذه العملية. وبحسب تقديرات وزارة النفط، فإن العراق يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وأن الغاز المصاحب يمثل نسبة 70% منها. إلى صحيفة صوت العراق، ونستعرض مقالا للكاتب محمد حسن الساعدي بعنوان العراق تحت سماء مسمومة. تناول الساعدي مشكلة التلوث البيئي الناجم عن استخراج النفط وتكريره في البصرة، وذكر أن التلوث النفطي يمثل خطرا كبيرا على صحة السكان. وناقش المقال أيضا تأثير هذا التلوث في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، ويبرز عدم توفر العلاجات المناسبة في المستشفيات المحلية، وذلك يدفع العراقيين إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج. البصرة التي تعد ثاني أكبر مدينة في العراق، والتي تضم أكثر من 2,900,000 عراقي، وعلى الرغم من وجود الشركات النفطية الكبرى فيها، إلا أن المدينة تعاني من البطالة وسوء الخدمات، ما يدفع الفرد العراقي للبحث عن فرصة عمل في القطاع العام، بالإضافة إلى انتقال الآلاف من العمال من المناطق الريفية المحيطة إلى المدينة بحثاً عن فرصة عمل في تلك الشركات. يشكل التلوث النفطي في البصرة خطراً كبيراً على السكان، إذ أدت عمليات استخراج النفط وتكريره في المدينة إلى ارتفاع انبعاثات النفط وازدياد الإصابة بالأمراض السرطانية التي بدأت تتزايد في الجنوب العراقي. بالمقابل، لا تتوفر في المستشفيات العلاجات الخاصة بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أن السكان يعيشون الأزمات النفسية بسبب الخوف من تفشي الأمراض لهم ولعوائلهم. وتؤكد التقارير أن شركات النفط العالمية والحكومة العراقية لا تقوم بنشر بيانات حول مستويات المواد الكيماوية السامة المنبعثة من حرق الغاز، حيث أجريت تحاليل لعينات لأدرار الأطفال الذين يعيشون بالقرب من مواقع حرق الغاز، حيث تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الأطفال تحديداً. إلى موقع ميدل إيست أونلاين نقرأ مقالاً بعنوان شارع المتنبي في خطر، ما تبقى من الثقافة في خطر. تناول التحديات التي يواجهها شارع المتنبي في بغداد، الذي يعد أحد أهم معالم الثقافة العراقية،
وسلط المقال الضوء على التهديدات التي تواجه أصحاب المكتبات في هذا الشارع من قبل جماعات تسعى إلى الاستيناء على محلهم، وطالب الجهات المختصة بتوفير الحماية لهم، إذ ذكر في المقال أن تاريخ بغداد يهدد ما تبقى من الثقافة في هذه المدينة، داعيا إلى التصدي لهذه القوى التي تسعى إلى تدمير التراث الثقافي للعراق. شكى أصحاب المكتبات في شارع المتنبي وفق الوكالة من تعرضهم للابتزاز والتهديد من قبل جماعات تسعى للاستيلاء على محلهم، فيما طالبوا الجهات المختصة بتوفير الحماية لهم. ويتعرض أصحاب المكتبات للتهديد ومحاولات فرض أتاوات من قبل جماعات تسعى للاستيلاء على محلهم من خلال الدخول في مزايدة علنية تقام كل 3 سنوات. أصحاب المكتبات ولضعفهم للأسف الشديد يطالبون السلطة بضرورة التدخل لوضع حد لما يتعرضون له، متناسين أو خائفين أو يلوذون بسلطة تمثل هذه العصابات التي تهددهم، سلطة تقيم مزادات علنية كل 3 سنوات لأجل بيع هذه المحال وتحديد مالكين جدد لها. وفي نهاية المطاف، وإن استمرت السلطة بهكذا مزادات، فإن العصابات بما تمتلكه من أموال وسطوة وسلاح وبدعم حكومي ديني عشائري ستشتري جميع محال الشارع ليتحول إلى مولات أو عمارات سكنية يمتلكها قطط سمان على ارتباط وثيق بالسلطة وتوابعها. ولنتذكر بعدها الشارع ومكتباته في صور تباع في المولات الريفية. ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان: الانتخابات الفرنسية، انتصر اليسار وحضرت فلسطين. يتناول المقال الانتصار الحاسم لأحزاب اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث تصدرت الجبهة الشعبية الجديدة ودفعت معسكر الرئيس ماكرون إلى المرتبة الثانية، ملحقة انتكاسة بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وهنا يشير المقال إلى دلالات هذه النتائج، بما في ذلك استفاقة القوى السياسية الفرنسية لمواجهة اليمين المتطرف. كذلك يسلط الضوء على حضور القضية الفلسطينية في السجالات الانتخابية، إذا أعلن اليسار المتضامن مع غزة عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور تسنمه السلطة. دلالة يتوجب أن تضعها أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة نصب الأعين في كل خطوة مقبلة، وهي استخلاص الدروس الصائبة من انقلاب أرصدة اليمين المتطرف من تصدر كاسح في الجولة الأولى وارتداد إلى المرتبة الثالثة في الجولة الثانية، في ضوء حقيقة أخرى ساطعة تقول إن حزب التجمع الوطني انتقل من 8 مقاعد في سنة 2017 إلى 89 في 2022 و142 في المجلس الجديد. وتبقى الدلالة الأهم ذات مغزى خاص عربي وفلسطيني، هي حضور حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة في قلب الكثير من السجالات قبل حل الجمعية الوطنية وخلال الحملة الانتخابية التي كانت قصيرة الأمد أصلاً. ولم يكن غريباً أن قوى اليسار المتضامنة مع غزة حصدت معدلات تصويت عالية داخل الأوساط المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وسارعت إلى إعلان العزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فور تسلمها السلطة. كما أن النائب الفرنسي الإسرائيلي مائر حبيب خسر مقعده لأنه كان في البرلمان الفرنسي بمثابة صوت سيده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ننتقل إلى موقع عربي 21، نقرأ منه مقالا للكاتب فراس أبو هلال بعنوان: ما أهمية نتائج الانتخابات البريطانية وما علاقة غزة بها؟ يستعرض المقال تأثير الانتخابات البرلمانية البريطانية على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى جهود حشد الصوت العربي والمسلمي لدعم المرشحين المؤيدين لفلسطين. ويبرز المقال دور المؤسسات العربية والإسلامية في التأثير بتوجهات الانتخابات، ويسلط الضوء على الخسائر التي تكبدها حزب العمال نتيجة موقفه تجاه غزة. إذ أكد الكاتب أن نتائج الانتخابات
أظهرت أهمية الصوت العربي والمسلم وأثرت في مواقف الأحزاب الرئيسة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اعتاد حزب المحافظين ألا يكترث بأصوات الأقليات وخصوصاً العرب والمسلمين كثيراً، ولم يكن يهتم بأصواتهم، بينما كان حزب العمال يعتبر هذه الأصوات مضمونة له باعتباره أصبح يمثل حزب الأقليات ومن ضمنهم العرب والمسلمون. ولكن المجتمع العربي والمسلم استطاع هذه المرة أن يوصل رسالة للحزب بأن أصواتهم غير مضمونة، وأنه يجب أن يقدم لهم برنامجاً للسياسة الخارجية يحترم قضاياهم وخصوصاً قضية فلسطين، ويأخذ بعين الاعتبار مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية كأقليات. لقد وصلت هذه الرسالة للحزب قبل الانتخابات، وكتبت عنها عدة مقالات وتقارير في الصحف البريطانية، وغيرت قيادة الحزب خطابها بشكل جزئي بناء عليها، ولكنها وصلت بشكل أوضح وبصوت أعلى بعد نتائج الانتخابات. هذه مشاهدينا وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. يكرر الأطباء الذين يتوجهون إلى غزة في سياق بعثات من مختلف الدول العربية والغربية الحديث عن هول المشاهد التي يرونها، يتحدثون عن دمار وموت وإصابات وتفاصيل لا يمكن تصورها. وعلى الرغم من إدراكهم المسبق بما سيشاهدونه، فإن المشهد حين تراه بيوم العين يختلف عن الوصف، ولأنهم يؤمنون بمهنة الطب مهنة إنسانية أرادوا تقديم خبراتهم الصحية في غزة ولو لمدة زمنية محددة. وشهد أطباء وممرضون أمريكيون أهوال الحرب الدائرة في غزة في المستشفيات المعدودة التي لا تزال قيد الخدمة، حيث ابتعثوا في مهمات قرروا على إثرها تسليط الضوء على الأزمة الصحية للضغط على بلدهم. وفي بعض الأحيان يتوقف عن علاج المرضى ويموت هؤلاء بسبب عدوى ناجمة عن نقص معدات بسيطة مثل القفازات أو الأقنعة أو الصابون. واتخذت أحياناً قرارات مؤلمة مثل التوقف عن معالجة صبي في السابعة من عمره مصاب بحروق خطيرة بسبب نقص الضمادات، ولأنه سيموت أصلاً في جميع الأحوال. مشاهدنا المشاهدين الكرام، التقرير المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صار لي حوالي 3 سنين أنا استنى اللحظة هاي، وأحلى شعور اليوم يعني إنه شفت بنتي عم تبكي سمعت يعني. كان
قبول محمد وخبرونا وقتها كانت فرحتنا كتير كبيرة عن جد. أنا كتير تفاجأ كتير كتير يعني، أنا وأبو كتير تفاجأنا وانبسطنا الحمد لله الحمد لله من قبل محمد، وهيك أنه راح يسمع مثله مثل كل هالولاد. اليوم ولله الحمد تم تدشين أكبر مشروع طبي تطوعي لزراعة القوقعة في العالم لخدمة والأطفال في كل من سوريا وتركيا. هذا المشروع يمثل خدمة أكثر من 940 طفل لا يستطيعون السمع لتمكينهم من السمع بعد زراعة القوقعة وتأهيلهم طبياً. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. من الرافدين تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.